بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله إحنا ماشيين دلوقتي في المحاضرات بتاعتنا عن الكروماتوجرافي. النهاردة هنتكلم عن نوعين في الكروماتوجرافي، يعني Very Advanced في Color Chromatography. Very Advanced وموجودين في أغلب اللابس اللي موجودة في العالم، حاجة اسمها Flash Chromatography وحاجه اسمها الاس بي اي او سوليد فيز اكستراكشن. هنعرج على كذا نقطه برضو فيهم في النص كده وهنفهم. احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الكروماتوجرافي قلنا ايه في الكولوم كروماتوجرافي؟ قلنا ان الكولوم كروماتوجرافي عباره عن ايه؟ عباره عن بيكون عندي فيه الجلاس كولوم. الجلاس كولوم ده فيه الادزوربنت. الادزوربنت ده على اساس ان اغلب انواع الكروماتوجرافي الميكانيزم فيها الادزوربشن، بس هو مش دايما بيبقى ادزوربنت، او نقدر نقول اللي هو ايه الستيشنري فيز، تمام. وبيبقى عندي الماده بتاعتي بتتحط من فوق، بعمل ابلكيشن ليها وبعدين ببدا انزل بايه بالسولفنت او الموبل فيز، صح كده؟ طيب الفكره احنا قلنا لما جينا اتكلمنا عن السيليكا جيل قلنا ان السيليكا جيل بتتقسم اكوردنج تو ايه البارتكل سايز، تمام. وقلنا ان البارتكل سايز ده بيعبر عنه بشكل تاني اللي هو ايه المش نمبر، تمام. كل ما بيزيد المش نمبر كل ما ايه كل ما بيقل البارتكل سايز معناه ان الجوده بتاعتها افضل. وقلنا ان المش نمبر بتاع السلك حد فاكره بيتراوح من كام لكام؟ من 60 لا ممكن يوصل اكتر من 200 مثلا غايه المره. طيب لما يبقى عندي السلك جيل تخيل فاين فير فاين البارتكل سايز بتاعها صغير قوي، تتوقع ايه اللي هيحصل؟ سبريشن هيبقى احسن. وايه تاني؟ نعم ايوه، هي المشكله ان هو رغم ان السبريشن بيبقى احسن بس هي بتبقى فيري كومباكت. فانت لو حطيت السولفنت وسبتها للجرافيتي في الغالب مش هتنزل او هتتحرك ببطء شديد جدا. فبنلجا ساعتها ان احنا نعمل ايه؟ نروح عاملين بريشر. البريشر بيجي ازاي؟ من فوق من هنا، دي بتبقى ستوبر وبتتحط وبتحط جاز. الجاز ده ممكن يكون نيتروجين او ممكن يكون اير بالمناسبه، مش لازم يكون نيتروجين، تمام. البمبات اللي احنا عندنا، احنا في بمبات اللي موجوده في مصر في كل حته، البمب بتطلع بريشر اصلا، يعني هي البمب عشان تشتغل هي بتعمل فاكيوم، فبتسحب الهواء وبتطلعه، فالناحيه اللي بتطلعه دي كان بيوز احيانا استخدمناها في بعض الاحيان ونجحت، تمام، كمصدر للبريشر. بس المشكله ان هو ان كنترولد فعشان كده ما بيستخدمش كتير. الشاهد هنا انت بتجيب دي بتبقى ستوبرز المكان ده اهو، وبتوصل فيه ديفايس صغير كده متوصل بالاسطوانه بتاعت مين؟ الاكسجين او الاير او مصدر الاير اللي موجود في الهود، تمام، وتشتغل. طب ايه اللي بيحصل؟ البريشر بيديني كذا ميزه. اولا بيخلي السولفنت نازل بايه؟ بشكل ريجولر وستيدي وقوي، ويخلي السيبريشن بتاعي افضل كده وبس، لا واسرع بكتير. تخيل انت الكولم اللي هو المفروض عادي والبارتكل سايز اكبر وشغال بالجرافيتي بياخد وقت اطول بكتير جدا من الكولم اللي هو ايه الفلاش. طيب ده بينقلني لنقطه ثانيه خالص اللي هي الكفاءه بتاعه السيليكا جيل. احد الاسئله المهمه جدا جدا، انا بشتغل بالكولم وبشوف بالتي ال سي، صح؟ طيب مع انا ايه المشكله مثلا ان انا لو عملت سيستم للتي ال سي مثلا 80 مثلا متر كلورايد 20 ميثانول مثلا وراح فاصل كويس، فصل مركبين او ثلاثه المكشر بتاعي كويس، ما استخدم نفس الميثود اهو نفس السولفنت اهو واعملها على الكولوم مره واحده بدل ما اشتغل جراديات، ايه المشكله في حاجه زي كده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش الا اتفضل. بغض النظر هي ليها الوان او لا، ما في كده هيفصلهم وانا هعمل ديتكشن بالطريقه اللي انا عايزها. المشكله الكبيره في عندنا في وطننا العربي وفي اماكننا العربيه ان جوده السيليكا اللي في الكولم مختلفه تماما عن جوده السيليكا اللي موجوده في التي ال سي بليتس. التي ال سي بليتس بتبقى جودتها عاليه جدا، ليه؟ لانه بتحط كميه سيليكا قليله قوي. التي ال سي بليتس يعني هي اوريدي غاليه، تمام؟ لكن لان هي بتتصنع باك وجايه جاهزه، مش احنا اللي بنعبيها، فهي بتحط وجايه من مصانع كبيره ومن حاجات يعني ليها اسم، فجايه جودتها كويسه. السيليكا الثانيه احنا بنشتري انواع هندي وانواع صيني وانواع
ما بنقدرش نشتري الانواع اللي هي ايه الفلوكا وسيجما، ما بنشتريهاش دلوقتي، كنا زمان بنشتريها. تمام؟ فجوده السيليكا والميش نمبر بتاعها سيبك انت، حتى لو هي السيليكا جيده، في الغالب الميش نمبر مش هتقدر توصل لنفس الميش نمبر بتاع مين؟ التي ال سي بليتس، الا لو استخدمت مين؟ الفلاش كروماتوجراف. فتيجي الميزه الكبيره هنا ان الفلاش كروماتوجراف يقدر يوديني سيستم تقريبا اولموست بنفس الكفاءه بتاعت الفصل بتاع مين؟ التي ال سي. ودي اكبر ميزه عندي. كان زميلنا الدكتور عرفه في المانيا كان عندهم، احنا كان عندنا في امريكا حاجه اعلى من الفلاش، حاجه اسمها بريميوم سيليكا، كانت يعني ايه يعني جودتها اعلى من جوده الفلاش، ما اعرفش كانوا عاملين لها معامله ايه تاني او 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 ايه تاني. بس الكلام ده كله عشان نشتغل كان محتاج ايه؟ موضوع البروجكت. فكنا بنعمل ايه؟ السيستم بتاع تي ال سي ممكن نستخدمه هو نفس السيستم ايزوكراتيك على الكولم، وممكن تمشي الدنيا ايه؟ يعني بشكل كويس ويديني جوده فصل عاليه. تعال نكمل. تعال ده فيديو ده. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. لا ده الفيديو لسه جاي. طيب يبقى انا عندي الفلاش كروماتوجراف ريبريزنت بيستخدم عشان البيورفيكيشن سمولر بارتيكل، ممكن من 50 مثلا فوق ال 200 مثلا، وده الرينج بتاع البريشر اللي بستخدمه من 50 ل 200 باوند بير سكوير انش اللي هو بي اس اي. تمام؟ الكولم ممكن يكون بري باك او باك، وهنتكلم ايه الفرق ما بين البري باك كولم والباك كولم وهنفهمه مع بعض. تمام؟ البارتكل سايز بتاع السيليكا من 40 ل 60 مايكرو متر، ممكن انزل لغايه اقل من 25، بس في الحاله دي البريشر لوحده مش هيبقى كفايه. هحتاج، هيبقى مهم ان السولفنت الفيسكوستي بتاعته تبقى ايه؟ خفيفه، ما يبقاش السولفنت ايه؟ فيري فيسكس. تمام؟ طيب الادزوربانس اللي بستخدمها طبعا في الغالب مين اهم واحد عندي؟ السيليكا جيلز. تمام؟ وده الموست كومن والرخيص والكويس جدا في الفصل، مع العيوب اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. في حاجه اسمها الفلورسين احنا ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت، لكنها موجوده وبتستخدم في الاوبن كولمز احيانا، بس في الغالب استخدامها بيكون في ايه؟ اندر بريشر. الفلورسين عباره عن سينثيتك ماجنيزيوم سيليكيت، يعني السيليكا مجموعات السيلينول بيتعمل لها زي ايه؟ اكتيفيتي كده مع المغنيسيوم، بيبقى قدرتها على الفصل اعلى، بس المركبات بتبقى ريتيند عليها بشكل ايه؟ اكبر. فعشان كده مش ايه؟ مش كومن قوي. ممكن استخدم طبعا الالومنا، وممكن استخدم الريفيرس في السلك الار بي سلك، يعني الفلاش كروماتوجرافي. بالعكس انا لو هستخدم الريفيرس في السلك مش هتنفع غير بفلاش كروماتوجرافي، او مش هتنفع غير بايه؟ بالبريشر، يعني يا فلاش كروماتوجرافي يا اما اس بي. البوبل فيز طبعا زي ما قلنا احنا في النورمال فيز بنستخدم ايه بوبل فيز؟ قلنا المره اللي فاتت، حد فاكر؟ السيستمز اكوردنج تو بولاريتي. بس اغلب السيستم بيستخدم لو حاجه، لو المركبه بتاعتك الدور بتاعتها قليله قوي، بيبقى هيكسين اس الاسيتيت او هيكسين ايثر مثلا. هيكسين اس الاسيتيت از جود، او بتروليوم ايثر اس الاسيتيت، يعني باخد من الالكتروبيك سيرس اقل اثنين اللي هم الهيكسين او البتروليوم ايثر. تمام؟ وابدا ازود البريورتي جراديوال بايثر اسيتيت، لان الاثنين يعني ايه مع بعض. طب لو المركبات ميديم بريورتي او ماي بيبقى مثل الكلورايد وبزود البريورتي بايه؟ بالميثر. خلاص؟ فدي الموبل فيز. في الريفرس فيز بيبقى السولفنت ايه؟ الريفرس فيز عكس الموبل فيز، فابدا بالهايلي بولر وابدا اقلل البريورتي. ببدا هايلي بولر كده كده الميه. تمام؟ وابدا اقلل البريورتي اما ميثانول او اسيتونترايل او ممكن اشوف البلور. تمام؟ فيبقى دي الكومن سولفنتس اللي بتستخدم سواء في الموبل فيز او في ده الاغلب، لكن في ناس بتستخدم اسيتون وناس بتستخدم، يعني في حاجات كتير جدا تاني بتستخدم، بس ده هو الموست كومن. فده نفس اللي فات نفس كده. طيب الموبل فيز موديفاير، يعني ايه موبل فيز موديفاير؟ دي من الحاجات المهمه جدا اللي بيستخدم في الفلاش كروماتوجرافي، وبيستخدم في الاتش بي ال سي، وبيستخدم حتى ايفن في التي ال سي. احيانا بيحصل تيلينج، احيانا الماده وهي ماشيه خاصه على السيليكا جيل
تمام؟ بيبقى ليها المادة زي أسيدك كاركتر، فبتمسك وبتعمل رياكشن أتزوربابل أكبر، أو بيزك كاركتر فبتعرف تعمل رياكشن أكبر، تمام؟ فبتبقى يعني إيه؟ ماسكة شوية. فبعمل أنا إيه؟ لو هي المادة ليها أسيدك كاركتر بحط موديفاير أسيد بحيث يدخل هو مكانها، يتخلص من الريمينز بتاعت الالكالاين بتاعت اللي موجودة، ويبقى هو موجود يتفاعل مع السيليكا مكانها، مكان التيل يزقها، يخش هو مكانها في الأماكن دي. ولو المادة بتاعتي بيزك بحط ايه؟ حاجة الكالاين عشان برضو تزقها وتقلل من التيلينج ما بين المادة وما بين مين؟ السيليكا. أكبر أمثلة على كده عندي اللي هو التراي إيثيل أمين. التراي إيثيل أمين ده الكلاي ولا بيزك؟ الكلاي. الكلاي ولا بيزك؟ أو بيزك. تمام؟ هو الكلاي. تمام؟ أو بيزك. هو الكلاي. لو أنا المادة بتاعتي بيزك مولكولز أو الكلاي مولكولز، ما يلي نحط الكلاي زي إيه؟ ما يلي نحط الكلاي؟ الكلاي مثلاً أمينو أسيدز بيبتايد بوصلها على، واحنا قلنا ما كانش مسحبش على السلك قوي، لكن لو حاجه ليها كاركتر زي كده ولقيت عامله تيلين بنحط ايه؟ تراي ايثيل امين. طب الحاجات الاسيتك بنحط ايه؟ اسيتك اسيد. حتى الموضوع ده بيستخدم في التي ال سي، تلاقي التي ال سي لما بيجي نعمله، ودي معلومه علمها لنا اساتذتنا ربنا يبارك فيهم، كان يقول لك تحط ايه؟ يعني نقطتين ثلاثه جليشر اسيتك. فين؟ في الجار. بيخلي الريزوليوشن احسن. ليه؟ لان اغلب المركبات اللي بنفصلها احنا ايه؟ فينولكس. وانتوا عارفين ان الفينوليك او اتش ليها اسيدك كاركتر، تمام؟ فاغلب المركبات اللي بنوصلها تميل شويه ناحيه انها تبقى ايه؟ ليها سام كايند اوف اسيدك كاركتر. فلما بحط الجليش اسيدك في الـ في الـ في الجار فعلا بيديني بيتر ريزوليوشن بشكل ايه؟ واضح قوي. طيب الاسيدك موديفاير ده بيتحط بنسبه قليله جدا اراوند 1%، خلاص؟ وبيتحط على السولفنت نفسه بس. حاجات زي الامونيوم هيدروكسيد بتستخدم احيانا، وفي حاجه اسمها التراي فلور اسيتيك اسيد، ده رائع، وحتى بنستخدمه في الاند بار عشان السوليبيليتي، لكن يعني قوي جدا يعني. طيب الكولمز اللي بتستخدم، احنا قلنا الكولمز نوعين في الفلاش، يا اما هيبقى مانيوال باكت يا اما بري باكت. يعني ايه؟ يعني يا اما بشتريه جاهز متعبي وخلصان، او بعبيه انا. طب ايه الفرق؟ بصراحه السعر بس من الاخر. فرق السعر بينهم كبير جدا. لو اشتريته جاهز او عبيته، طب انا الاحسن؟ طبعا الجاهز احسن بكتير. ليه؟ لان الجاهز بيبقى مضغوط كويس ومعمول بشكل يونيفورم. فلما بيجي الماده بتاعتي بتعدي، بتعدي على السيليكا وهي مضغوطه ومتوزعه وكومباكتد يعني بنفس بلاير الثابته. انما لما تيجي انت تعبي مهما حبيت انت كويس، لا بيبقى في حته كومباكتد قوي، وفي حته لوس شويه، وفي حته يعني اداك ديكت كويس، وحته ما اداكتكتش، فبيبقى افضل. لكن كونك تعبيه ده اوبشن كويس جدا، وبيحل مشاكل اقتصاديه كبيره، لان ثمن السيليكا لما بتجيبها فرد وتعبيها بيبقى ممكن مثلا ربع ثمنها لو انت جبت ايه؟ الكولر بري باك، تمام؟ فده ينفع وده ينفع مع أدوار. طب عايز تحسن جوده انت اللي هي الباكد كولمز، يفضل انك انت تمشيه على البريشر لوحده الاول قبل الصوره. يعني انا دلوقتي عبيته، انا قبل ما احط الابلكيشن بتاع السامبل بتاعي ممكن الفيرست سولفنت اللي همشيه في الكولم امشيه بالبريشر شويه. ليه؟ عشان البريشر يحسن لي موضوع ايه؟ الباكينج، يعني ويخلي الموضوع افضل شويه. الحاجات اللي هي البري باك بتبقى احسن، البرفورمانس بتاعها بيبقى افضل، بتوفر وقت بدل ما تقعد تعبي وتدكك وتعمل، لا بتبقى الحاجه جاهزه. السيفتي، والسيفتي ده عنصر مهم جدا. السيليكا داست يعني كارسينوجينيك وبيسبب مشاكل في اللنج كبيره جدا. فايه هم عشان يحافظوا على صحتك وحياتك، تمام؟ بيقول لك لا اشتري بري باك بدل ما انت تضطر تحط السيليكا، فانت بتحطها يبدا يتناثر منها جزء، خاصه في الفلاش اخطر بكتير، لان الفلاش احنا بنتكلم عن سيليكا جيل البارت بتاعها صغير جدا، تمام؟ فموضوع السيفتي.
والبرودكتيفيتي يعني هو بيبقى برودكتيف اكتر ويقدر تستخدمه ايه يعني ريبيوتابل لما بيكون بري باك. انما انت لو بتعبيه ممكن واحد عبى كويس لو جينا عبينا واحد ثاني عبى بشكل اقل او كان مستعجل فما عباش بنفس الكفاءه فمش هيحصل الفصل بنفس الجوده اللي كانت اول مره. يعني هيبقى داخل عندي فاكتور ثاني اللي هو ايه الباكنج نفسه هل اتعمل كويس ولا ما اتعملش كويس. من الحاجات برضو بتاعت السيفتي كل الكولمز المفروض تتعمل فين؟ في هود. عارفين الهود؟ الهود ده بيبقى عباره عن يعني احنا كل الفيديوهات اللي هتلاقيها هتلاقيهم شغالين في هودز. مش هتلاقي واحد حاطط كولم على بنش مستحيل. دي جريمه دي جريمه. انا كنت شغال على الاتش بي ال سي مره فالاتش بي ال سي بتحط الازاز الكبيره الميثانول وميه. يعني ايه سولفنت بيستخدم؟ ميثانول وميه حاجات عبيطه. فالمهم ان الازايز دي المفروض وداخله فيها الانابيب اللي بتسحب على الجهاز فالمفروض تتغطى بالالومنيوم فويل تمام. فانا شغال على الاتش بي ال سي وحاطط الانابيب وشغال بس. فجت البنت اللي هي موجوده في المعمل احمد وات ار يو دوينج ذيس از كارسينوجينك ده على الميثانول. انا بصيت لها كده الميثانول يا ماما ده احنا بنشرب كلوروفورم في المعمل. يعني احنا عندنا في المعمل اه والله شفتها بعيني ازازه مش فاكرين هي ايه. طب شيل دي كلوروفورم كده خد شيل دي كلوروفورم ولا نكسر اه كلوروفورم ايوه عارفه عارفه كارسينوجينك مين يابا معدلات ايه. انطلاقا من هذا المبدا احنا المفروض ان الكوالم كلها تشتغل سواء حجم كولم او فلاش كولم او اس بي اي داخل الهود. الهود ده بيبقى ليه زي ازاز كده بيتقفل ومتوصل بفاكيوم كبير جدا على سيستم موجود باللابز كلها. مفيش لابز بتتعمل من غير هودز. دي حاجه يعني اساسيه زي الشقق بتتعمل بصرف صح مثلا. احنا بنشتغل على البنج يعني ونفضل نشم بقى. لذلك اي حد بيشتغل في الفصل او في مصر لو اشتغل شهر او شهرين وراح عمل تحليل انزيمات كبد في الغالب بتبقى الانزيمات عاليه لان بيتعرض لدوزس عاليه جدا من السولفنتس بتاثر على الليفر بشكل يعني بشكل واضح. هي الحمد لله الموضوع يعني ايه يعني بيرجع تاني يعني بتظبط الانزيمات بعدين. طيب انا عندي الفلاش نوعين. في نوع اللي هو الفلاش العادي اللي هو عباره عن كولم هحط له ايه تمام وده بيبقى باكد وانا اللي بعبيه وبعمله خالص وحلو وجميل. وفي حاجه اسمها الاوتوميتد فلاش. الاوتوميتد فلاش ده اللي هو اسمه بايوتاج. بايوتاج اسم الشركه واغلب الاجهزه بتاعته موجوده كده. انا اشتغلت على واحد زيه في امريكا تمام. البايوتاج عباره عن ايه؟ عباره عن ده هنا الكولم ده المكان بتاع الكولم دي الازايز بتاعت السولفنتس. ممكن يخلط لغايه اربعه سولفنتس مع بعض. طب اربعه سولفنتس ليه؟ انا لو عندي حاجات فاريبل في البولاريتي ممكن ابدا بالميكشر بتاع هيكسين اس الاسيتيت وانتهي بالميكشر بتاع مين؟ الميثانول الميثلين كلورايد ميثانول. فممكن اخلط اربعه سولفنتس بالتدريج يعني الاثنين الاولانيين وبعدين الاثنين الاخرين. وبعض السيستمز المعقده ممكن بيخلط الاربعه سولفنتس مع بعض في نفس الوقت تمام؟ ادي اهو الكولوم بتاعي ودي المصدر بتاع السولفنت الموبيل فيز بيطلع الكولوم ويطلع الافلت بتاعي هنا اهو في الحته دي. هنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن راكس وانابيب. الميزه الكبيره في البايوتاج انه يبقى سيستمايزد الكوالب مظبوطه. بيبقى في حاجه حلوه قوي في الكولوم من فوق بيبقى في ديسكات كده للابلكيشن لللودنج. الديسك فيه ماده انرت انت بتدوب الماده بتاعتك في اقل كميه سولفنت وتروح تحطها على الديسك وتسيبها لغايه ما تنشف وبعدين تروح حاطط الديسك في الكولم من فوق وقافل عليه كويس ومربط وشغال تمام. او ممكن تنشفها وتحط ايه تحطها مع سي لايت او حاجه زي كده زي ما قلنا المره اللي فاتت وتحطها. بس يعني الديسك ده كان غالي شويه فكان احيانا يبقى متوفر واحيانا مش متوفر. بتدخل السولفنت هنا اهو بعدين في ديتكتور. الديتكتور بتاع البايوتاج بيبقى ايه يو في تمام. بتمشي السيستم وبعدين بتطلع في الافلويت هنا اهو الانابيب على حسبها. الكولمز فيها انواع هتلاقي في انابيب كبيره 50 مللي وفي 20 مللي وهكذا. لما بتحط الكولمز دي بتاعته للاسف الراكس اللي بره دي الراكس اللي طالعه بره دي واللي فيها الانابيب دي بتاعت الجهاز. فهو لما بتحط له الراك اللي فيه الانابيب بتاعت 50 مللي بتاعته كل 50 مللي بيتحرك لوحده. لو حطيت له 20 بيتحرك لوحده. الميزه اللي فيه ان هو فيه يو في ديتكتور
فلو لقى ان اليو في ابسوربانس اتغير مره واحده وحصل يعني تغيير كبير ينقل لوحده. فانت لو عندك ميكشر من مادتين ثلاثه وظبطت لهم سيستم وحصل تغيير في اليو في اوتوميتد هو لوحده لقى تغيير في اليو في جامد تلاقيه يبدا ينقل من ايه؟ من الانبوبه دي حتى لو ما اتملتش للانبوبه ايه؟ اللي بعدها. لكن في مشاكل يعني احنا استخدمناه مرتين ثلاثه وما استخدمناهوش كتير. سوفيستيكيتد وغالي، غالي مقارنه بالاوبن كولا من العادي. تمام؟ وفي نفس الوقت عيبه القاتل بالنسبه لي ان انت بتظبط سيستم وبعدين هو بيشتغل. وده ما بيدينيش فرصه المانيبيوليشن. يعني انا بظبط سيستم في الكولا من الاوبن واقدر اقفله وانا شغال. ازود البلاد شويه، اعمل تي ال سي، اشوف المركبات وصلت لفين. يعني بيبقى عندي فرصه ان انا ايه؟ اخرج مع الكولم دايناميك. انما ده عيب خطير فيه انك انت بمجرد ما حطيت السيستم ودوست انتر هو بيشتغل. طبعا هو بيخلص الكولم مثلا في ساعه زمن ولا ساعتين زمن. الكولم الثاني الدايناميك بتاعنا ممكن اقعد فيه يومين ثلاثه. تمام؟ لكن هي الفكره. طب هو جودته هتبقى ممتازه امتى؟ لما يبقى حاجه ريجولر. يعني ايه ريجولر؟ يعني انا عندي بفصل مثلا الجينكلويدز بتاعت الجينكو بايلوبا. فخلاص ليها طريقه معروفه ان انا بفصلها وباخدها وبحط منها كميه كذا على الكولم الفلاني بمشيها بالسيستم الفلاني فهتتوصل بالطريقه دي. فيبقى انا اقدر استفيد بيه بشكل كويس جدا في الايه؟ في اللي هو الريجولر تكنيكس، خاصه ان اقدر اعمله على سام كايند اوف لارج سكيل. يعني ممكن احط الكولم هنا لغايه 100 جرام. تمام؟ ما اعرفش ممكن تحط اكتر او لا، لان هو بيبقى فيه نظام بامب اهي. البامب دي ممكن ما اظنش تستحمل اكتر من 100 جرام يعني. يعني انا ما شفتش، ممكن يكون فيه وانا ما اعرفش. بيبقى فيه بامب وفيه موبل فيز وستيشنال فيز وكولمز والكارتجز. الكارتجز دي اللي هي موجود فيها ايه؟ الكولم نفسه. والديتكتور. طيب. تعالوا نشوف هذا الفيديو الجميل. ده اللي هو مين؟ عمنا الجهاز بتاع البايوتاج. دي الشاشه اللي انت بتتحكم من خلالها. وهنا ده تو سولفنتس، ودي الركات اللي بيطلع فيها. الكولم بتاعي فين؟ اهو ده هو هنا. دي الانابيب اللي هي ال 50 كبيره شويه، تحت سراك كبير والانبوبه نفسها كبيره. بص بيملى لوحده. لو حصل لها اي يو في ديتكشن مختلف هو ماشي. يعني ايه؟ على حسب اليو في والابسوربنس. الشاشه شغاله والتظبيط السولفنتس. انت بتظبط سولفنت، خد من يعني بتظبطه زي الاتش بي اللي سي كده. لا ده أربعة، أنا افتكرته اتنين. أربعة سولفنتس. يا عسل. كان عاملين له اوضه مخصوص البايوتاج ده. اوضه صغيره كده يعني، مش اوضه كبيره. خلاص بقى كفايه انت ايه. طيب ايه الادفانس بتاعت الفلاش كروماتوجرافي؟ هو كوست افكتيف يعني يقدر يفيد. لكن انا عايز اقول لكم ان اكبر ديس ادفانتجز في فلاش كروماتوجرافي من وجهه نظري انا، خاصه اللي هو الاوتوميتد ده، انك انت ما بيبقاش عندك يعني الديناميكيه في الحركه انك تغير الايه؟ السولفنتس والبلد. كوست افيشنت يعتبر. السكيلابيلتي يعني تقدر انت تشتغل على سمول سكيل شويه او لارجر سكيل شويه. لكن برضه الفلاش كروماتوجرافي ما ينفعش على اللارجر سكيل قوي ولا السمول سكيل قوي. هيجي ده برضو ايه هنقوله في الحاجات. ايز اوف اوبريشن ان هو سهل، خاصه لو هو اوتوميتد. فليكسيبل ممكن تستخدم كذا نوع. وايد رينج
يعني مواد كتيره وحاجات كتيره. هو نفس الايجابيات بتاعه الاوبن كولا مع زياده ان هو وقت اقل، فصل احسن، تمام، وكفاءه وجوده اعلى. طيب لكن المشكله ان هو برضو لو ريزوليوشن، هو في الفصل مش زي الاتش بي ال سي، اقل من مين؟ من الاتش بي ال سي. المشكله برضو ان هو يعني مش يعني في الحاجات اللي هي تشالنجينج سيبريشن ما ينفعش. لو مادتين قريبين من بعض مش هيظبط. لو 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 حاجات كتيره كميات كبيره لا، يعني هو اوبتيمال في المودريت تو لارج، يعني مش لارج قوي. لو السامبل كبيره قوي مش هيظبط، لو السامبل قليله قوي مش هتنفع، تمام. لو السامبل كميته قليله يبقى بنستخدم اتش بي ال سي، تمام. والديتكشن تكنيكس، ان انا مش زي اتش بي ال سي، الاتش بي ال سي ممكن استخدم الاي ال اس دي ديتكتور او ماس ديتكتور. هو اقصى ديتكتور لو انا هستخدمه اوتوميتد هو مين؟ اليو في. وان كان برضه نرجع ونقول ان الاوبن كولمز والنورمال، يعني انا افضل النورمال فلاش عن الاوتوميتد فلاش. ده عمنا مين؟ الفلاش كنترول. يجي بعدين حاجه اسمها السوليد فيز اكستراكشن او اس بي اي. شايفين الجهاز ده اهو، ده اسمه ايه الجهاز الصغير البسيط الجميل ده؟ اسمه مين فولد. اسمه ايه؟ مين فولد. الجهاز الصغير ده، الجهاز الصغير ده في حجم ايه؟ في حجم البوكس كده اهو، صغير يعني خالص. وموجود عندنا في الكليه هنا، بس موجود في الكليه هنا تبع وحده معينه، ف يعني مستلمين عهده في الوحده دي. اه والله. فما ينفعش حد يستخدمه غير ايه؟ الوحده دي. احنا جينا نستخدمه وقلنا لا ده عهد، انتوا بتعملوا ده بتهرج، ده عهد، تمام. المهم المين فولد ده عباره عن ايه؟ بتاع السوليد فيت اكستراكشن. فكره السوليد فيت اكستراكشن، شايفين ايه اللي موجود فوق دول؟ دي كوالب كولمز عاديه جدا. فكره البري السوليد فيت اكستراكشن ان انا عندي بيكون في بري باكد كولم، طبعا كل الكولمز هتبقى بري باكد، بس ممكن انت تعبيها عادي يعني، بس الفصل بتاعها بيبقى زباله بصراحه. لو انت عبيتها يعني اختلفت اختلاف كبير جدا. الكولم موجود، حلو، ادي اهو الكولم. طيب حلو خالص. طيب بيتحط في الكارتج ده، في الكارتجز دي. وبعدين تحت هنا ده اسمه مين فولد اللي موجود. الشامبر اللي تحت ده بيبقى فيه زي راك بتحط فيه انت تيست تيوبس. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بتجيب الكولم بتاعك تحط عليه السامبل بتاعتك اللي انت عايز تنضفها او عايز تفصلها او عايز تعملها، وبتبدا توصل المين فولد بفاكيوم من هنا. والبتاع اللي عامله زي الساعه ده، ده بيتحكم في مستوى الفاكيوم. انت المفروض مستوى الفاكيوم بيبقى في ليفل معين، بحيث انك انت تتاكد ان هو افيشنت وفي نفس الوقت ايه؟ مش دينجرس، تمام؟ بيفضل في ليفل معين بحيث ان يبقى فاكيوم افيشنت. بيعمل ايه؟ بيسحب فاكيوم. فلما بيسحب فاكيوم من الشامبر ده، طبعا ده ويل كلوز، بيبدا يخلي الكولم كل الحاجات دي مقفوله. انت بتعمل ايه؟ انت ما بتشغلش على الكولم كلها، انت بتجيب كولم واحد بس بتحط عليه السامبل بتاعتك، حلو؟ وهتيجي تروح حاطه على ده وفاتح ومحاطط السولفنت بتاعك اللي مجهزه من فوق، فيبدا ينزل في الانبوبه. خلصت الانبوبه قربت تتملي، تروح قافل ده ونقلها على ايه؟ على اللي بعدها، وهكذا. طب ايه الميزه بقى في الموضوع الاس بي اي ده؟ اولا الاس بي اي ده بري باكت، الفصل بتاعه كويس. طب انا ممكن اعبيه بايه؟ ممكن اعبيه بسيليكا جل، ممكن اعبيه ريفرس في سيليكا جل، وممكن اعبيه ايون اس تشينج. حلو؟ طب ما ده حلو خالص. ليه بقى؟ لان ممكن بسهوله جدا انت عندك ماده مثلا والماده دي بوزيتيف عليها بوزيتيف تشارج، اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه الماده اللي عليها بوزيتيف تشارج؟ اعملها حاجه بوزيتيف تشارج. حلو. حاجه بوزيتيف تشارج ازاي يعني؟ يعني انا عندي ماده تشارج دي بوزيتيف، تمام؟ اه، وعايز افصلها وعايز استخدم لها سيوتابل كايند اوف كولوم، استخدم لها ايه؟ ويتش كايند؟ كاتاليتيك، صح؟ طب واعملها ازاي؟ البرنسبل بتاعها يعني؟ يعني انا السيشن فيز كتايم، صح؟ والماده بتاعتي كتايم. طيب انت بتلخبط الراجل بيتكلم، ما تسيبوه يتكلم. انا الماده بتاعتي كتايم، صح؟ حلو.
هنستخدمها ايون اكستشينج، هحط لها سيشن فيز ايه؟ كتايم برضه. كتايم برضه، ايه اللي هيحصل بعدين؟ هبدا بقى بموبايل فيز ناحيه الاناين او ناحيه الاناين على حسب السامبل الكونسيستنس الموجوده في السامبل ايه؟ وبعد كده ابدا ماشي. انت حطيت الماده كتايم على سيشن فيز كتايم وجبت الموبايل فيز اناين، ايه اللي هيحصل بقى؟ هبدا افصل الحاجات الاناين الاول. الانايون هيمسك في الكتايم صح ولا ايه؟ حد عارف الاجابه؟ انا خلاص هوقف مش حاجه يعني مش هفوت اكتر من كده. اتفضل. السيشن فيز هنا تبقى انايون وان انا بنزل بالكتايم، اكيد هيحصل ان هو الثلاث هما يمسكوا مع بعض، وبعدين هيجي الموبايل فيز يكون كتايم اقوى من الكتايم بتاع الرئيسيه. بالظبط. فيعمل ديسبليسمنت وياخده، يبقى انا كده قدرت ان انا ايه؟ اخدت كل ما في السامبل فيما عدا هي البوزيتيف تشارج وبعدين فصلتها لوحدها. تمام؟ فاقدر بسهوله جدا وبيستخدم على فكره في البيولوجي لابس، لو ماده انت عايز تنظفها هتنظفها في ثلاث اربع ايه؟ خطوات. تمام؟ بسهوله قوي. وبنستخدمه احنا في الفصل وبنقدر نعتمد عليه. اختراعنا في صيدله الازهر اختراع كبير جدا غير المنفوض. عملوا حاجه بس انا نسيت، ان شاء الله بصور لها وانزلها لكم فيديو. عجبوا ايه بقى يا سيدي الشباب عندنا المعيدين؟ احنا جبنا لما كنا في امريكا جبنا الكولومز دي ومش عارفين هنلاقي لها مين فوق ولا لا او هنظبطها ازاي. الشباب الصغيرين راحوا جابوا سايد اب فلاس وبعدين سن سرنجه، وفي عندنا احنا زي حاجه ستوبرد كده زي فيل جنبه ومفتوحه فتحه صغيره خالص في النص، جابوها وفتحوها عند حد كده يعني فيل معانا قفل مين السايد اب، وبعدين راحوا جايبين سن سرنجه تمام وراحوا حاشينها في النص وبقوا يركبوا الكولم ده هو على مين؟ على سن السرنجه والسايد ارم يشتغل ايه؟ يشتغل فاكر. بس طبعا مرهقه ليه؟ لانك انت بتملى كل انبوبه بانبوبتها، يعني هو بيحط الانبوبه جوه وبيسندها بحاجه كده اهو تمام؟ بحيث السرنجه تبقى داخله فيها يشغل الكولم، يملى اول انبوبه يروح فاصل الفاكيوم وفاتح واخد الانبوبه ومطلعها وحاطط ايه؟ انبوبه ثانيه. يعني احنا اشتغلنا في جامعه الازهر في صيدله الازهر اس بي اي بالمنافلة تمام، ونفع واشتغل وما شاء الله الشباب فصل الفصل كويس جدا. ادانا فرصه في قسم العقاقير جامعه الازهر ان احنا نستخدم الريفرسد فيز. ما هو انت الريفرسد فيز عشان تستخدمه عايز بريشر، انا ما عنديش بريشر، ما فيش الاوبشن ده مش موجود عندي في الكليه تمام. عايز اتش بي ال سي، ما فيش بريبارت اتش بي ال سي في مصر. انا شفت واحد في جامعه حلوان وبيشغلوه يعني ايه بالطلب والوصايه والتوصيه كبريبريتي. فانت عايز تستخدم تكنيك تاني في الفصل غير السيفاتكس او يعني غير السايز اكسكلوجن وغير الادزوبشن نورمال فيز. فاشتغلنا في جامعه الازهر بالايه بالمنافله ونجحت الفكره الحمد لله. ان شاء الله يعني ابقى اعمل لكم فيديو عنه. طيب بيبقى سمول كولم وبيتحط وبيبقى فيه كارتج من فوق، فكرته بسيطة جدا وسهلة جدا وممكن تلاقيه في مصانع كتير وفي أماكن كتير وتحتك بيه، لو احتك بيه يعني الموضوع يعني إيه أسهل مما تتخيل، لكن عيبه القاتل في إيه؟ إن هو مش مناسب لا للمودريت سايز سامبل ولا لللارج بات، هو يعني مناسب للحاجات اللي هي أقل من المودريت وبرضه مش الصغيرة أوي. ليه؟ لأن كمية الكولمز بتبقى إيه؟ بتبقى يعني الكولم نفسه ما بيبقاش كبير. فما ينفعش انت تحط عليه كميات ايه؟ كده. السوليد فيزكس استراكشن ممكن تستخدم الادزوربشن اذا كان نورمال فيز او ريفيرس فيز او الاين اكستشينج كتايم واناين، واحيانا في بعض الكولنز بس دي بتبقى متجهزه لعينات معينه بيبقى ميكسد، يعني هو بيبقى موجود عليه كتايم اكستشينج او اناين اكستشينج مع ريفيرس فيز عشان يحسن الفصل، بس ده بيبقى متصنع لحاجة معينة تمام؟ ده فيديو لمين؟ لعمنا السوليد فيز اكستراكشن. ده المين فولد، دي البامب اللي بتعمل الفاكيوم اهي متوصلة بيه، وهنا اللي هو التظبيط بتاع مستوى الفاكيوم، وادي اهو ايه الحاجه، هو شغال على كولم واحد حط السامبل بتاعته وبعدين بيبدا يحط ايه السوفت. الاول طبعا المفروض بتغسل ايه الكولم
هو غسل الكولن بعدين ادي السامبل. في الغالب بنعتمد على فكره ان السامبل في الاول تبقى ريتيند، يعني ايه؟ يعني استخدم سولفنت يمشي كل اللي معاها ينضفها. دي ميه يبقى انا الكولن بتاعي ايه؟ طالما بستخدم ميه بس. ده هو ده بقى جوه من فوق بتدمين الانبوبه، بعدين انت بتفكك فوق وناقلها لايه؟ لانبوبه تاني. بيبقى سهل خالص يعني، مجرد بس بتفك كده ودي خلاص طلعت السامبل. عشان ايه؟ تعمل لها ايه؟ الاناليسيس. طيب اخر حاجه احنا هنتكلم عنها كلام بس ايه؟ عشان لو قابلتك، لان هي مش موجوده في ابلكيشنز واماكن كتير، والابلكيشن بتاعها الوحيد بيبقى في الفصل وشفتها. في حاجه اسمها الكروماتوترون. الكروماتوترون ده انا اشتغلت عليه برضو في لما كنا في امريكا. الكروماتوترون ده فكرته ظريفه خالص. بص يا سيدي، ده سيبريتنج فانل بتحط منه ايه؟ السولفنت او اللي هو الموبيل فيس. هنا اهو المكان اللي بتحط منه السامبل. هي الفكره بيبقى فيه زي راديال كده اهو، زي صينيه كده صغيره محطوط عليها السيليكا جيل. السيليكا جيل فيها ميزه ان هي بتحط عليها جبسون. السيليكا جيل ممكن تحط عليها جبسون عشان تبقى ايه؟ ثابته. الريفيزد فيز لا، ما ينفعش تحط عليها جبسون. لذلك يعني نقطه حلوه، بيتحط عليها جبسون فبيتصب صب كده اهو زي التي ال سي. وبعدين بنحط السامبل في النص. وبعدين دي بتقعد تلف مع دخول السولفنت، فبيزيد عندي قوه ثاني غير البريشر اللي هي قوه ايه؟ الراديال. تمام؟ يعني بيتم الفصل بشكل سنترفيوجن، بيبقى في قوه السنترفيوجيشن. السنترفيوجن ده بيديني فرصه اكبر للفصل، وبتبدا المواد تفصل عن بعض سنترفيوجن، وبيطلع في الاخر بيبقى فيه اوتليت كده اهو صغير متوصل يعني بخرطوم صغير كده اهو، وابدا انا اجمع فيه الانابيب بتاعتي. ميزه الكروماتوترون ده هو بيفصل بسرعه، نفس فكره الفلاش، بس الفلاش انا بطبق بريشر، انما هو بستخدم ايه؟ السنترفيوجن فورس. فاقدر استخدم السيليكا جيل يبقى البارتكل سايز بتاعها صغير جدا والفصل بتاعها احسن. التريك اللي كانت موجوده فيه والغلط ايه؟ ان قوه السنترفيوجا دي قويه جدا. تمام؟ اقوى ايفن من البريشر. فانت لو عايز تفصل مادتين المفروض تقعد تختار السيستم اللي هتختاره يكون فاصل المادتين في التلت اللي تحت في التي ال سي. يعني انت لو قسمت التي ال سي بليت لثلاث تلات، المادتين بتوعك المفروض ما يبقوش في النص. يبقوا في التلت الاول. تمام؟ اعتمادا ان السنترفيوجر باور ده هتبقى قويه جدا، فهتخلي المادتين يقدروا يبعدوا عن بعض بشكل احسن. لو كان في النص او فوق في الغالب بينزلوا بدري وبيبقوا ايه؟ مع بعضهم. تمام؟ فده مين عمنا الكروماتوترون. كان شغال عليه كتير قوي واحد اسمه الدكتور محمد زكي. محمد زكي حاليا استاذ مساعد في كلية صيدلة جامعة بني سويف. كان شغال مع بروفيسور اسمه الياس. الياس عمل باتنت في الكروماتوترون لوحده. كانوا أول ناس يشتغلوا على الكروماتوترون ده ريفيرسد فيز. عملوا ديفايس معين قدروا يخلوا الريفيرسد فيز سيليكا ستيبل، واشتغلوا وفصلوا بيه حاجات كتير جدا. وجم جماعة فصلوا التي اتش سي اللي هو التترا هيدروكانابينويد اسيد. تمام؟ دكتور رضوان والجماعة بتوع الكنابس. فصلوه على الكروماتوترون ده اهو، ويعني وخدوا بيه باتنت تاني كاحد الوسائل لفصل الايه؟ ال تي اتش سي تتر هيدرو كانابينويد اسيد. المهم الشاهد، فيعني ايه؟ كان لينا معاها شويه ايام وحاجات ودلع يعني زمان. ده مش موجود كتير في مصر، ممكن ما تلاقيهوش كتير، بس لو سافرت بره ولقيت لابس شغاله في الايزوليشن احتمال كبير تطلع فيه. عشان كده ايه؟ يعني انت مش مطلوب منك معلومات كتير قوي فيها، هو بس يعني حاجه عشان تبقى انت ويل ادفانسد و يا دماغي يابا. حد عنده اي سؤال؟ ده النص الاول من المحاضره الاولى، يعني لسه في نص ثاني يعني بعد كده بعد كده الاستراحه هنكمل. بس حد عنده سؤال؟ طيب وقف يا ابن